عندنا أجندة. مراد الزغيدي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عندنا أجندة، موعدكم الأسبوعي مع أهم محصول في تونس في العالم. بعضنا حتى الماضي ساعتين، بداية من ماضي ساعة باش نخصوا ساعة كاملة باش نحكيه على موضوع نادرا وين نتناوله في الإعلام، الجيش التونسي، في عدة أسئلة حول مستقبله، حول صورته، حول دوره، حول علاقته بالسياسة وعلاقته بالقضاء. باش يكون معنا ثامر المكي، مدير تحرير مجلة نوات اللي خاصت رقم متميز يخص الجيش التونسي، وباش يكونوا معنا زوز جنرالات متقاعدين، الجنرال مدب والجنرال بدوي، ساعة كاملة مخصصة لهذا الموضوع، ونحن على بضعة أيام أو على بضعة ساعات بالتدقيق من عيد الاستقلال. كيف ما العادة موعدنا مع شأن الليبي، وهل سنجد أخيرا حلا ومفاوضات بين حكومة دبيبة وحكومة بشار غازي معلا؟ موجود معنا بعد شوية. موسم الحصاد والإشكال الكبير في القمح في العالم، إشكال عالمي، وبش يكون معنا واحد من أبرز الفلاحين ونائب رئيس في اتحاد الفلاحة كمال بدويهش، باش نحكيو معاه في الموضوع. رضا ذيب مباشرة من باريس، رحلة من باريس الكردستان لوضع نقاط براي للمكفوفين ولفاقدي النظر. رضا ذيب عارض وفنان تشكيلي وإنسان عايش في فرنسا خارق للعادة. وبدايتنا بعد دقيقة فقط باش تكون مع واحد من أبرز الفنانين في تونس، لأنه احنا تعرفوا أنه في عنا أجندة ديما، برنامجنا نافذة على كل الإنتاج الثقافي والغنائي والإبداعي من الأسماء المهمة، باش يكون غدوة في الليل في اختتام مهرجان سيكا جاز في الكيف محمد علي كمون. هذا برنامجنا مع بعضنا حتى الماضي ساعتين على EFM في عنا أجندة. عندنا أجندة. قبل ما نحكي في المواضيع هذه الكل، ضيفنا وأنا سعيد جدا باستقباله هو الفنان البيانيست المبدع محمد علي كمون، استنيناه من مدة، وبش يكون غدو في موعد مهم في اختتام مهرجان سيكا جاز في الكيف بعرض 24 بارفان. معانا محمد علي كمون مباشرة من نابل. عسلامة محمد علي. عسلامة مراد، ونشكرك على الاستضافة. شنو حوالك؟ تخي تخي بيان. حسب الأخبار اللي عندي، إذا كان غدوة تمشي الكيف ماريول هذا بلاش يد باش تستبرد وباش تمرض وماكش باش تغني، رد بالك خاطر طقس برد وفما برشا أمطار. مشيت معك تنبدل اللبس. محمد علي كمون، أنت من أبرز الوجوه على الساحة الموسيقية، على الساحة الفنية، أنت حامل مشروع خلي نقوله من المشاريع اللي تبعها الجمهور التونسي 24 بارفان، اللي نجم نقوله كيف ما كل بيبي اللي تولد بصعوبة ومن بعد قاعد يكبر ويتغير بشوية بشوية، وين وصلت في المشروع هذايا؟ نعرف اللي من انطلاقا من حفل من فكرة فما فيلم، وقد يكون نهار آخر فما شريط وثائقي متعدد وطويل ومسلسل، وين وصلت قبل ما نحكيه على الاختتام غدوة في سيكا جاز؟ هو المشروع هذايا بدا عام 2016 برحلة اللي هي بحث ميداني، ومين بيت روشيرش، ما تفاهم بيت روشيرش، عامين ندورو في الجهات في الجبال في الصحاري في الجزر. كنا في لقاء مع حفظة من التراث وخ مع نساء حفظة، فكنت مع مرافق فريق ما أكثر دي جون معناتها متخرجين معهد عليا الموسيقى من أحسن مخارج تونس، والبعض اللي رونكونتري ذوك لي زاتوليي تصوروا، كانت فرصة باش وثقت اللي نجمت زاد من بالذاكره الشفهيه نتاع المهمه هذه برشا، وكانت فرصه زاد بور كومبوزي بور كريي سكون ابلي دي بارفان. لي بارفان هما زاد كرياسيون دونك سونور، وكانوا صاحبتهم زاد دي اون كرياسيون كوريغرافيك فيزوييل مع راوف الكراي اكسيتيرا. اي دونك بعد سا انفونتي ان سبيكتاكل اللي هو ظهر بين في كارتاج، اللي يبث العرض هذا بصفه دوريه في التلفزه التونسيه، اللي خليته معناتها ما تنساش معناتها من الجمهور الحجر. في فترة الحجر احنا اون سي كونسونتري برشا على عملية التوثيق نتاع المشروع هذا. محمد علي، جست نوضحوا للناس ممكن اللي ماهمش مطلعين، كي نقولوا توثيق يعني انت هنا ما كنتش في الموقع نتاع
المبدع الفنان الكرياتور، انت مشيت تخدم على التراث التونسي عبر ال 24 ولاية 24 منطقة في تونس، التراث اللي قد يكون يندثر ويموت مع وفاة الفنانين هذوما والحفظة اللي انت حكيت عليهم. صحيح، انا ديما نقول معناتها واحد كيما مثلا منذر جبابلي في الكاف ربي يطول في عمره، ولا محمد صلاح يساوي، ولا انا نقول هذوما ربي يطول في عمرهم، كي واحد يمشي منهم معناتها عباره تقوم سبع ما تلقاش البازيليك تاع الكاف. فما هي مالوغوزمون من قيمه التراث الشافعي الا كي يمشي المتر هذاك. وتوا المراه تغني كيف اون توكا سي تري امبورتون باش نحافظوا على التراث هذا اللي باش نثمنوه بالابداع، مش باش نسجدوه ونحطوه في كوان وكاو. دونك احنا سيس كون اي دونك لافونتور في كاترفان، وفما فما ان كوتي شو كرياسيون. دونك انت 24 بارفان ذكر انه تعديت فيه في كارتاج، تعديت في درت، عملت جوله في المهرجانات، افتتحت بيها مهرجان ايام كارتاج الموسيقيه، كان اول عرض ليك في 2016. هل انه معناها السبيكتاكل هذايا اللي يمشي للتراث نتاع تقريب المناطق الكل، انت عملت في نفس الوقت تقسيم جغرافي، ولكن ساعات تقسيم ما كانش جغرافي، كان بالانواع الموسيقيه، كل مره يتبدل من عام لعام، كي تقابل ناس جدد، كي تكتشف وجوه جديده، سي سبيكتاكل ديناميك. معناها هو سي سبيكتاكل اكستريمون ديناميك، نجم ما يوفيش بكل سبيكتاكل هذايا، على خاطر اللي وثقته انا تحب يجمو يخدم معايا 50 واحد وما يوفيش سبيكتاكل على ماتير. وخدمت برشا حاجات في الجهات اللي هما دي ماكيت قعدوا مع اون فاز امبريونير، واللي كل مره نشرها باش منهم حاجه. صحيح موسيقيه سوق الكارتوغرافي، تونس قسمناها على 6 بلايص هي جهات موسيقيه، وفيها 6 نقول لك الجزر مثلا سيت اون كولور ونمط كامل، ما تقرقنا وجربة، واللي هما في وسطهم بيد مختلفات، المالوف الشمال الاندلسي، عندك التراث الصوفي نتاع الساحل ومدينه صفاقس، عندك التراث البدوي، عندك جهه الاطلس الشاوي، وانت ماشي من كيف نوتامون بيرز اكسيتيرا. دونك فما بوكو دو تابلو اللي لحقت تو. مثلا احنا السنه عملنا مثلا سبيسيال فريغا، عندنا سيكا جاز، دونك اون سي كونسونتري على حاجات من دونك في الحاجات اللي سجلته، وكتبت حاجات جدد، كتبت حاجات جدد للسبيكتاكل. فما ماتمون نص ساعه، ساعه غير ربع سبيكتاكل، مش الفيرسيون اللي دارت ولا تعرف في الاولمبيا في 2019. دونك هذايا بالنسبه للسنه، سي اوسي تحب انت على التورنيه تاع السنه، ولا ما نحرقش الملح. هو للتذكير احنا قاعدين نسمعوا في فون على نجوز، وهي من الاغاني اللي رغم الاغاني الكافيه بطبيعه الحال اللي رجعت شويه، اللي اكتشفها الجمهور التونسي بفضل 24 عطر عرض محمد علي كمون. محمد علي اللي ريتوا الكل الناس الحفظه اللي عندهم الموروث نتاع الجهات في تونس الكل، اضافه الى التسجيل الصوتي اللي اكتشفوا الجمهور في تونس وفي خارج تونس، فما حاجات صورتهم. صحيح، فما حاجات صورتهم ومعناتها حتى وصلت وصور بالبورتابل. فما حاجه معناتها ما كانش عندي ديما الامكانيات ومعناتها لي كاميرا كي الفو، انا معناتها مهمين جدا لحظات معناتها كنت في لي برشا عبيد تو غادروني، خاطر غادرونا في معناتها توفيه الله يرحمه، مثلا منكم طمقه الطبيل في نتاع دار شعبان، منهم برشا سيده نتاع جرينيه اللي هي معناتها من اللي هي زميمه الغناء جرينيه. كي تسمعوا الزياره مثلا الغناء هذاك كنت تعرف ما تعرف على جرينيه، فهمتي، على سيده نوتامون كيما نغاره كيما كذا لميمه اللي نحكي في بركات بارفان، احنا خذينا على المراه هذيا، توفيت المراه هذيا زاد في بنزرت. دونك صورت تصور شو تعمل به فما مشروع نتاع فيلم، هو مشروع نتاع فيلم وثائقي كانت دعمتنا فيه الصندوق الاوروبي تفنن، وفي فيرسيون معناتها 52 مينوت، وزاره السياحه صندوق ديوان القوم للسياحه شاف انه ينجم يكون ان لون ميتراج. دونك احنا قاعدين اون تران دو فيناليزي فيلم لون ميتراج وثائقي معناتها 24 بارفان، اللي هو يحكي معناتها يحكي على الميموار نتاعنا، يحكي على 3000 سنه حضاره بالموسيقى ومبرو، وكيفاش السنتي صارت مع اليوم، مع
مع ان كرياتور اللي هو امن قيمه بالجذور نتاعو، في نفس الوقت حب معناتها حب يتعامل مع الميموار نتاعو باحساس نتاع ميوزيسيان نتاع اليوم. المهم ياسر هذايا نراها اللي هو انت، احنا نحكيوا علي، انت تحكي على روحك بالطبيعه في الـ في الـ في الحكايه هذه. الفيلم في الفيلم وين تعدى فيلم نقول نحيوا اللي ماذا بيا ما تعداش الفيلم ماذا بيا نعدي كان اللي مات اللي غنيو مي كو ميم سي امبورتون يظل اللي عملناه لي رونكونتر اللي صاروا هذوكم وكيفاش هما بيدهم تعاملوا معنا معناتها واليوم شنو صار بعد ما حفظنا على مات هذوكم. فما اون جينيراسيون اونتر 25 و 35 عام اللي خذيت عليهم القوالات نتاعهم، خذيت عليهم الضرب نتاع الايقاع نتاعهم، خذيت عليهم اللهجه نتاعهم وقعدت كومبوزي وقعدت في دي بيرفورمانس بالحكايه هذيك. دونك تمنى شويه محمد علي، اللي انت تعرف الساحه طبعا اكثر منا برشا، يعني هالذاكره هذه نتاع مناطقنا سواء في الشمال الغربي ولا في الساحل ولا في قرقنا، ونذكر العرض اللوحه على قرقنا وصفاقس وانت اصيل مدينه صفاقس، هل التراث هذا مش باش يندثر تماما بفضلك انت بطبيعه الحال، لكن زيادة فما نوع من الريليف معناها. والله اسمعني مش فضلي وراء من صافي دي ديزين داني عبيت توثق وتخدم وتمشي لنجم الزهرة تلقى برشا حاجات، لكن ممكن 24 بارفان يأمن أنه فما بوسيبيتي تاع كرياسيون انطلاقة من الموروث هذايا. احنا كي نتعاملوا مع التراث ما نتعاملوش معاه كفولكلور بالضبط، نتعاملوا معاه بلغة معاصرة نتاع اليوم. هذه حاجة معاقبة جدا أنك أنت معناتها تحاول تعمل معناتها موسيقى اللي هي أونكري معناتها في التراديسيون، في نفس الوقت فيها جاز وفيها حاجات سيمفونيك وفيها حاجات معناتها فيها ديزار فيزويل وفيها كوريغرافي، هذه تحب برشا خدمه معناتها. هذه ممكن الحاجه وهذاك علاش اسمه بارفان. البارفان سي اون كرياسيون، سي اون كومبوزيسيون، ماهيش كي حاجه اسمع لي تتبرمج فيها راك مراد ايه تبرمج فيه. انت عندك اله بحذاك سي محمد علي، التك المفضله موجوده؟ والله العظيم كنت نورمال انا بالبيانو في نابل معايا صغيرات 45 صغير ليه بيهم. إيه؟ عندنا بروجي اكاديمي طلعتو فيه مره اخرى. إيه هذاك طلعتو فيه مره اخرى مي مالوغوزمون البارح عملنا سبيكتاكل بركه طفاق في قربه، صباح ما عنديش فوا جمله يجيني رتح صوتي للسيكا جاز الغدو. لقيت عذر، لقيت عذر مقويك يا محمد علي، دبلوماسي طالع ولا دبلوماسي ما يمش. لا لا ولا في بيت اوتيل لا 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 فما حتى مشكل. ندعو الناس الكل بطبيعه انه تكون غدوه موجوده في اختتام سيكا جاز، ولا هو تنجموا تمشيو حتى من الليله بدال المهرجان من نهار الخميس في الكيف، غدوه بدايه من السبعه نتاع الليل في قاعة مركز الفنون الدرامية في الكيف محمد علي كمون في عرض 24 بارفان. وعدني محمد علي وأنه أول تصاور متاع الفيلم متاعك 24 بارفان يتعداوا معايا أن توكا تلفزة ولا راديو، حب نكون عندي البريمير وتعرف بروجي هذي تبعناه من مدة طويلة ويستحق كل التشجيع. أي يعني بصح حبيت تحكي على التورني متاعنا كان وي بيان سور أي بالطبيعة بعد الكيف فما بعد الكيف الا هي سيت ان باكيج كامل على خاطر 24 بارفان الى تي سيليكسيوني معناتها من صندوق الفنن في خاطر ماشي محمد علي باختصار مازال عندنا دقيقه وشويه دروع بوت. دونك فوالا احنا اوني لوريا دو فون دو فنن بور اون بورس دو ديفوزيون ميز اون اوفر بار لاسوسياسيون لا رو. دونك باش نكون موجودين في 3 دات امبورطانت فينانسي من الفون هذا افيك اون بارتناريا افيك دي فيستيفال دي اسوسياسيون. دونك لو 20 اللي هو غدوه ان شاء الله في الكيف في السونتر دي دراماتيك نهار 24 باش نكونوا في اختتام 24 مارس اختتام مهرجان الحامه الدولي. نهار 16 افريل ليله النص في رمضان ان شاء الله ليله نهار ليله الاحد سبت في الليل في مسرح صفاقس مسرح البلدي صفاقس سي دا تري امبورطونت زاده مع اون بارتناريا مع جمعيه نهاوند. كلوتور دو فون فان لو 10 ماي في مسرح الاوبرا مش كون زاده مع فاركا برفا مع اطلاق لي البوم اللي هما تم انتاجهم في طيله الحجر هذه. دونك دوبل البوم اوركستري معناتها مسجلين مع اوركستر ومعاهم كتيب نتاع اغاني وتصاور سي روف كراي فيهم ان كيو ار كود بور تيليشارجي لي البوم. 24 مارس 24 بارفان في مدينة الحام ليلة النص نهار 16 أفريل في مسرح صفاقس، والعشرة مي في مدينة الثقافة إضافة دوبل البوم هذا قلناه والكتيب بي والفيلم وين وصل؟ أعطينا الدات بلوز أو موان الفيلم من برشا حاجات مش نعمل مش مهمية.
بليزو موا تقريبا من للصيف من للصيف الفيلم لا قريب ان شاء الله اخر صيف ان شاء الله ان شاء الله اونطوكا ندعو الناس الكل باش يجيو ما يوخروش باش يجيو الكيف ونشكر اداره مهرجان كيف سي رمز الجبابلي اللي هما اوسي معناتنا نعرفوا بعضنا خاطر عملت لوفيرتور تاع اول فيستيفال سيكات جاز وني تري كونتون باش نرجعوا له السنه شكرا ليك محمد علي كمون غدوه الجمهور يقابلك في اختتام مهرجان الكيف واحنا نتابعوك في 24 بارفان بون شانس محمد علي كمون في مغامراتك مع هالعرض الرائع نقعد مع بعضنا الساعة الثانية باش نحكيوا على الجيش التونسي وبعد شوية على فرنسي تونسي في مغامرة فوق العادة لتشجيع ولإعانة فاقدي النظر على إيفان أحلى راديو ما زلنا بعضنا حتى الماضي ساعتين ذكركم بداية من ماضي ساعة موضوعنا باش يكون الجيش التونسي صورته دوره مسألة القضاء العسكري الميزانية المخصصة لي باش يكون معنا ثامر المكي وجنرال مدب وجنرال بدوي ثامر المكي هو رئيس تحرير مجلة نواة اللي مخصة عدد ممتاز للجيش التونسي باش نحكيو على ليبيا بعد شوية مع غازي معلا باش نحكيو على موسم الحصاد والإشكاليات الكبيرة ياسر في مسألة القمح لكن قبل هذا خلينا نمشيو باش نقول فسحة أمل أكثر شوية مع شخص نجم نقوله يوري وأنه وقت الواحد يحب يعمل ينجم يعمل ينجم يوصل ينجم ينفع غيره موجود معانا مباشرة من فرنسا باش ما نكذبش عليكم ما نعرفش بالضبط وين موجود رضا ذيب تونسي فرنسي مقيم بفرنسا قرر وأنه انطلاقا من تجربته يقوم برحلة هاي شدروا يحكم معنا باش تفهموا الرحلة منين لملين من باريس باش يمشي حتى للكردستان باش يحط نقاط براي تعرفوا نقاط براي هي اللي تمكن المكفوفين باش يقراوا باش يطلعوا وباش يفهموا رواحهم باش يراوا العالم باش يفهموا وين ماشيين باش يفهموا كيفاش ينجموا يتنقلوا من مكان الى مكان رضا ذيب هو فنان تشكيلي زادة رضا ذيب مرحبا بيك مرحبا ميرسي مرحبا بيكم ميرسي بوكو عايشك رضا باهي رضا ساعة افون avant de parler du projet. Oui. C'est à Antiwin, Tawa. Bizabet Win Maujoud, Antitawa. Alors je vais contextualiser. Kharajt men Beriz donc c'est ma cinquième étape. Ana taw ma bin Medine Cézanne ou Arcis-sur-Aube. Mana 140 km de Paris, Mirhamsin 140 ou 150. باش نوضحوا رضا البلايص هذوما اللي تحكي عليهم حتى الفرنسيس ما يعرفوهمش سي دي تو بيتي فيلاج قول لنا انت منين مشيت مشيت للشمال للجنوب شنو هي المدينه الكبيره الاولانيه اللي باش تمشي لها تعديت من الشرق شرق من الشرق اخر بلاد فرنساوي هي كولمار بعد ستراسبور بعد ستراسبور اي بعد ستراسبور من الكولمار مش تعدى الفريبور من المانيا دونك عندي 15 ايتاب قسمتهم في فرنسا هاكم كل قسمته في الخامسه اليوم ومن بعد نتعدى في المانيا نسمع نو لوتريش لوتريش لازم تقولها بالسوري لوتريش الناس الكل تعرفها اي اي لوتريش سلوفيني ايطاليا شويه سلوفيني لا كرواسي مونتينيغرو الألباني اليونان إلى تركيا حتى لين لفيل دو ماردين alors الفكرة هي vous m'entendez اي الفكرة نسمعوك 100% الصوت واصل والصورة واصل super parfait مش نكتب la convention de Genève relative au statut de réfugié هذاك نتاع الريفوجي مش نكتبها بالبراي مش نكتب tous les jours مش نكتب un petit morceau dans la terre des territoires là n'tadahom كل جبتيه مورسو sur un mètre carré l'idée c'est d'écrire toute la convention حتى لين la ville de Mardin qui est à la frontière syrienne la ville de Mardin معناها مش شق تركيا كامله معناها مش ندخل من اسطنبول حتى لين 1300 كيلومتر rien que la Turquie a traversé mais je n'écris toute la convention كل يوم نكتب un petit morceau sur un mètre carré tu me تشوفوا sur mon profil قاعدين نشوفوا في التصاور Instagram للي يتفرجوا فينا على FM TV. Voilà, voilà, par exemple, exact. Ça, c'est les exemples. هذا comme l'exemple à Maltoman. Mais sinon, il y a ce que j'ai produit, les 4-5 ma aujourd'hui dans le profil. Donc tous les jours,
انت والارض الاراضي كل متنوعه ماهيش سي با لا ميم شوز دونك تو لي جور افيك لي ماتيريو اللي موجودين نكتب ان باساج نتاع الكونفنسيون دو جنيف علاه نكتب فيها اون براي بون ايفيدامون سي يا 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 لو كلان دوي و لوماج او نون فويون فما حاجه اخرى انه لا كونفنسيون دو جنيف اللي كانت زعما مكتوبه دون لو ماربر نكتبها دون تروك دو لا بريكاريتي وفما لا بريكاريتي دي ريفوجيي فما حاجة أخرى أن نكتبها رواها كون جو ليكري كون جو ليكري نكتبها على الأرض لي فويون احنا نجم رواها أما اللي يحب يقراها مثلا لي نون فويون يحب يقراها ما ينجمهاش دونك يا بارادوكس أون بو لا فواغ إلي ليزيبل إلي فيزيبل مي إليزيبل فوالا هذيك الفكرة سور لا بريكاريتي توت لا كونفونسيون باش نكتبها على الطريق الكامل سور عندي 4200 كيلومتر أ بو بري أفار En général, il faut rajouter 10% parce qu'on se perd. Voilà. Rida, j'ai déjà fait une performance à Tunis déjà. Voilà. Et là, quand je vous dis, je vous dis justement, tu es en France, français, mais tu as une relation avec Tunis. Tu as une relation avec le monde des non-voyants. كيفاش تبنيت العلاقه هذه علاش الريلاسيون هذه سي سامبوليك ولا عندك سنسيبيليتي شويه للعالم هذا لا لا كيسيون دو فايون فام بون عندي جي دي زامي كون جيتي بوتي جي غاندي افيك دي نون فويون كون جيتي بوتي اون تونيزي كبرت يا في اوتور دو ما فامي يا في بوكو دو نون فويون كي ايتي بريان اي جيتي كومبليتمون تروبلي بار سو تروك دو سونس سا سي اون اون كيسيون مي اوت شوز la précarité hatta des réfugiés la précarité la précarité d'une convention elle a été signée par 150 pays ou quoi où elle est complètement bouffée elle est totalement précaire elle n'est pas appliquée donc il y a la dimension symbolique qui est très importante c'est comme le marché à Malta il y a 3 ans madame Beriz hatta Sousse donc c'était une performance parce que je suis né à Sousse Amalte, c'est 3500 km. C'est aussi, je voulais relier à l'envers mon atelier parisien à ma ville de naissance. Donc, je faisais tous les jours, je prenais une image qui pointait vers ma ville de naissance et que j'envoyais à l'Institut français de Tunis pour reconstituer ma ligne d'horizon. Donc, tout ça. Mais pendant ce voyage-là, en Italie, surtout en Italie, il y avait beaucoup de migrants qui venaient de l'autre côté qui étaient très mal accueillis. Moi, j'étais toujours extrêmement bien accueilli. Et la question, je dis, comment se fait-il? Est-ce que c'est la question juste du sens de la marche? Est-ce que c'est la question de l'habitus? Et la réflexion, elle est là-dessus. Comment se fait-il que, par rapport à un déplacement libre et un déplacement forcé, il y a toute la réflexion, quel est le sens, maintenant? Et donc, moi, je le prends à l'envers. C'est un hommage. C'est-à-dire, si j'ai la chance de pouvoir me déplacer librement, je dois le faire. Je dois le faire non seulement pour moi, parce que je dois me déplacer et aller voir mes semblables, et je dois le faire pour autrui, parce que oui. Qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer. Voilà, اللي تحكي فيه مهم على خاطر ذكرنا الريفليكسيون نتاعك والعمل نتاعك والتفكير نتاعك انه راه لو فيت دو سو ديبلاسي ليبرمون ما بين بلاد وبلاد ماهوش متاح للناس الكل والناس اللي عندها باسبور من لون معين اي بريفيليجي بارابور للناس ما عندهاش اللون هذاك بغض النظر على حكايه السياسه وامور اخرى وسي انجوست نحكيو على بشر على البني ادم بين بعضهم اكزاكتومون سي ان دروا ابسولو دو سو ديبلاسي ليبرمون ابسولو بور تو الموند Et donc, dans la mesure, moi, j'ai cette chance de me déplacer librement, je ne vais pas rester cloîtré chez moi. Donc, je me déplace, ouais. J'essaye de participer autant que je peux dans ma petite, je veux dire, comme un colibri, tu vois, avec ma petite, comme je peux, à m'exprimer. Pour moi, c'est une expression, elle a une portée symbolique, elle ne va pas changer le monde. Mais enfin, quand ouais. on marque un truc, ben, c'est là, ça s'entête. C'est là, c'est pas ailleurs. الناس يحبوا الناس يحبوا يتابعوك ينجموا يمشيوا على الباج فيسبوك نتاعك رضا الذيب ورضا تفضل رضا عندي زوج عندي لا باج سامحني عندي لا باج وعندي لو بروفيل لو بروفيل سي بلو براتيك يمشي لو بروفيل رضا الذيب سي بون ابري سا رونفوا لا باج لو بروفيل اي لا عندي جو بوست دي لايف جو في دي لايف تو لي جور باسكو يا دي جون كي مي سويف كي مي كي ميد سا مي بورت يا سا ميد بوكو et puis voilà. Rida, نعرف اللي انت الباركور نتاعك وتقول لا dernière question. بطبيعه انت في توجه on va dire humaniste
يعني ماناش داخلين في سياسه ونعتبروا البني ادمين كلهم كيف كيف، معنى البني ادم مهما كان لونه مهما كان دينه مهما كان لون باسبوره كيف كيف. لكن حكايه اللي صاير حاليا في الاوكران والحرب نتاع روسيا على الاوكران فوالا زادت وجعتنا اكثر، لانه رينا مع كل تضامن مع السيفيل اوكرانيا هذاك مضمون ما نناقشوهوش معناها ونرفضوا اي واحد يموت مهما كان، لكن ما منعش هذا نورينا كيفاش وقت تكون لاجئ ولا ريفوجي من الاوكران وتكون لاجئ ولا ريفوجي من سوريا ولا من فلسطين ولا من الكردستان، باسكو انت ماشي الكردستان راهو العالم ما يغزرلكش بنفس الطريقه، سي مالوغو وسي كوم سا. نقول هذايا ونذكر راهو اللي احنا متضامنين مع لي سيفيل اوكرانيان اللي قاعدين يموتوا كل يوم. تحسها حسيتها هذه ما تنجمش تكون ما حسيتهاش. وي وي سي كلير نت واضحه. بوكو بولوني واحد يسوغوليس باسكو هي اون ايدنتيفيكاسيون هذاو. Identification de couleur, de voisinage, c'est l'identification. Sans faire de. C'est un truc, c'est l'instinct grégaire à Kawa. Il y a l'identification. Mais en même temps, personne n'est à l'abri. On voit bien que c'est au cœur de l'Europe. Enfin, au cœur. Personne n'est à l'abri de mouvements, de foules, de réfugiés. Voilà. Donc, ça fait que. Parce qu'on m'a pesé, enfin, des amis m'ont dit, mais quand même, avec cette crise, tu vas y aller quand même. Je t'aime si, quand même. Eh, quand je t'aime si, plus que jamais, Mana. Ouais. Évidemment, plus que jamais. Après, je dois le faire. C'est quelque chose d'important pour moi. رضا انا نقترح عليك كان تنجم واحنا كيفاش يقولوا معناها نغزروا لك بعين كبيره ياسر ومبهرين بالشجاعه نتاعك والكوراج نتاعك ان شاء الله باركور اخر يزك ان بو بلوس فيغ لو سود دو موند اي جو بونسي لبنان وفلسطين وسوريا لانه اللي صاير في لبنان وفلسطين وسوريا زاد يمسنا سورتو احنا تونس استقبلنا الفلسطينيين مده 20 و30 سنه ونعرفوا المعاناه نتاعهم على خاطرهم ما عندهمش باسبورات وما اتعس من اللي نحكي وفيهم الكل الاحتلال الاسرائيلي ما نحمش يكون حتى دي باسبور ونعرفك خممت فيها نعرفك خممت فيها وي وي pour te dire je voulais je faire mais on m'a j'avais des problèmes quand même de passage à la frontière bien évidemment je me suis à pied c'est pas possible même pour le Liban j'ai des amis tu peux pas passer au Liban comme ça à pied c'est très compliqué voilà donc mais évidemment le premier truc le fait que la oula c'était ça voilà رضا فكرني انت توا ماشي دونك خرجت من باريس باش توصل الحدود مع المانيا وان شاء الله ربي يوفقك توصل حتى الكردستان ماشي شنو بسكليت ولا على ساقيك؟ نو ابي 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 100% ابي 100% بارك الله عندي الباتون تاعي وعندي الساكادو فيه 15 كيلو فوالا مانيفيك مانيفيك بون يلزمنا نقولوا باش نفدلكوا شويه كوميم لو سوجي سيريو فما كونديسيون فيزيك كوميم فما كونديسيون فيزيك قوية. انا جو نو مي جو مارش تو لي جور هكا هو دونك نو بلوس كونت اون ام مارشي لي كونديسيون ال سون لا فوالا اكسلون رضا ذيب فخورين جدا باللي تعمل فيه انت تونسي فرنسي مقيم في فرنسا قررت انك تشق اوروبا الكل من باريس حتى الحدود ما بين تركيا والكردستان باش تحط نقاط تكتب فيها معاهده جنيف للدفاع على اللاجئين من كل بلاصه بلغه البراي لفاقدي النظر. رضا ان شاء الله نعاود نكلموك من جمعتين ثلاثه نشوفوك وين وصلتوا. تحيه ليك وتحيه لكل من يعمل ان غران بونجور او تونيزيان عايشك يا رضا بون كوراج بون كوراج. هيقعدوا معنا بعد شوي باش نحكيو على الفلاحه ومن بعد باش نحكيو على ليبيا وفي الساعه الثانيه ساعه كامله مخصصه للجيش التونسي. عندنا اجنده. أزمة المواد الأولية وأزمة كل ما عنده علاقة بالقمح اللين والصلب عبر العالم متواصلة، توانسة قاعدين يحسوا فيه ويقرأوا فيه وتقريبا وإحنا من الدعي وحد شيء ما عنا أجندة من اللي بدينا في شهر أكتوبر يبدو لي كنا الحصة الوحيدة في المشهد الإعلامي التونسي اللي عندها ركن فلاحي اسمه مطمور روما. به ما في معنا جينجل نورمالمون مطمور روما يا سيد المخرج نورمالمون. بي كان ما عندناش جينجل باش نعطيو هكا شويه كار للروبريك نتاعنا ميسيلش خلي نمشيو مباشره. الكمال بالدويهش
وهو من الفلاحين وكذلك موجود في كان يشتغل نائب رئيس اتحاد الفلاحين. اما قال رك احكيوا معايا اليوم كفلاح. سي كمال مرحبا بك. وبيك يا عايز بحريف. الو صديق. مطمور روما. سامحنا سي كمال مخرج البرنامج حد الجينيريك قبلك انت باش تبدا دخله قويه. سي كمال مثال هاكا موزيكا كبيره معناها باش تدخل في جو. سي كمال انت وين موجود؟ انا في باجه. انا باش نصلح لك حاجه برك. صلحني كمال بدويش فتح باجه. انا مساعد رئيس التعاضديه المركزيه للزراعه الكبرى مش اتحاد الفلاحين. انا عند ما لا غلطه مني. انا حطيت اتحاد الفلاحين هو على كل ما اتحاد الفلاحين مش قاعدين نسمعوا فيه برشا. تو نحكي له نحكي معك شويه من بعد ندغدغك شويه حول الموضوع هذا. سي كمال تقريبا لينا مده طويله في تونس وانه ومريناش الساحه العامه الاعلاميه وغير الاعلاميه تهتم بمسائل قطاع الحبوب كما توا. سامحني في شوية تفادليك نقوله بارك الله فيه فلاديمير بوتين مع طبعا نتأسف على الضحايا الكارثية اللي صارت في أوكرانيا، لكن رجع الفلاحة بسببها الأزمة الموجودة في أوكرانيا وفي روسيا رجع الفلاحة في قلب النقاش العام التونسي وذكرنا أنه حتى في قطاع الحبوب قطاع حيوي جدا. كان ما جيتش الحرب في أوكرانيا رانا ما نحكيوش عليها. والله نورمال ما نحكيو عليه، اما الله غالب ما نجموش نغطيو شمس عين الشمس بالغربان، خاطر تحب ولا تكره القمح ديما يبقى الاوتونومي. اذا كنا نعمل الاوتونومي نتاعنا في المواد الاساسيه اللي ما بفهم القمح والشعير والفرينه يا حبذا. تبقينا بالنسبه للامكانيات الامكانيات اللي عندنا والله نجمو نكونوا اوتونوم في القمح والشعير والفرينة. فما برشا عوامل. سي كمال قبل ما نمشيو للتشخيص وهو مهم، أعطينا ساعة الوضعية اليوم. قاعدين نسمعوا حتى في أهم وسائل الإعلام العالمية على إشكال كبير في مسألة القمح وكل ما عنده علاقة بالقمح، القمح اللين، القمح الصلب. سمعنا أخيرا أن بلاد كما الأرجنتين سكرت التصدير، معناها قالت وأنه كل من يصدر القمح باش نعمل نحطوا عليه تاكس 30%. باش الناس تفهمنا، ماهمش كلهم مطلعين على الفلاحة كيف كنت، فما نقص عالمي اليوم في إنتاج القمح بطبيعة بالشانجمون كليماتيك. فما نقص موجود، وبالشيء اللي صاير توا في اوكرانيا مشكل، والشيء اللي صاير توا احنا كيما تعرف نحن لامبورتاسيون تاعنا تاع الفرينه تجي من اوكرانيا ومن روسيا. بالوضعيه اللي توا فيها الحرب بطبيعه مش تكون صعيبه. كان مش نرجعوا بار اكزومبل مش نرجعوا لاوروبا، مش الاسعار مش تكون هذه بكل، مش كيما الروبل مش كيما اليورو، مش تكون اغلى، مش تكون اغلى برشا. نعطيك مثال بسيط على حسب علمي، توا القمح باش يوصلنا لتونس من اوروبا يتكلف القنطار ب 220 دينار. 220 دينار، واحنا في تونس الفلاح ياخذ كان في 100 دينار. هنا الحل سهل، الحل سهل كما كنت تحكي توا سيادتك، كان نرجعوا نتلهاو بفلاحتنا والله في عام، صدقني في عام كل شيء يرجع لبقته. بربي فسر لنا كي تقول في عام. سي كمال ما زاد باش ما يتهموكش الناس اللي تسمع فينا بالشعبويه، ما تعرف الشعبويين اللي ما يقول لك الحل سهل ايل سوفي دو، الجمله الشهيره. اي كونكريتمون فسر لنا، حاول تفسر لنا بكلام يفهم المستمع، ماناش في حصه اقتصاديه ولا فلاحيه. يعطيك الصحه. فسر لنا كي تقصد في عام، كيفاش في عام اعطيك انا نعطيك المشكل وما الحل. تفضل. بالنسبه احنا لامبورتاسيون تاعنا براتيكمون مش في القمح الصلب، في القمح اللين. القمح الصلب عندنا الاوتونومي موجود. القمح اللين شنو مشكلته في تونس؟ القمح اللين ب 80 دينار. 80 دينار شنو 80 دينار؟ القنطار. اي معناها الفلاح يبيع فيه للدوله ب 80 دينار. ب 80 دينار.
اما هو مش مفهمك شنو المشكل، علاش الفرينة ما توصلش لفيس سريال وما توصلش للطاحونة؟ علاش الفرينة بثمان دينار؟ وتعرف الفلاح اللي يعمل زراعات كبرى براتيك مو عنده للفاج نتاعه والحيوانات نتاعه، اليوم قنطار العلفة ب145 دينار. وبالنسبة للفرينة الفلاح ب80 دينار. مشى الفلاح الفرينة نتاعه يعلف فيها الحيوانات، خطر العلفة ولات غالية وغالية وغالية برشا. واحنا كان نشوفوا الكوليكت نتاع الفرينة موش حاجة كبيرة، ميريال مو كان طبقوا على الأرض وطبعوا ممتني عش موجود الفرينة، مين فلاح فما عزوف باش يقبل الفرينة نتاعه لو في السريال على خاطر يعطي فيها الحيوانات نتاعه. يعني الفرينة تتكلف بالغالي وتتباع بالرخيص من عند الفلاح. يعطيك الصح. سي كمال تبعني جزء باش نفهموا الناس. لو نتصوروا ما جاش فما ديوان الحبوب، فما بلدان ما عندهاش ديوان الحبوب، وانو الفلاح يبيعها ديريكتومون لي غروسيست ولا للسمي غروسيست، هل انه يسهل الامور هذا ولا لا؟ بالنسبه لاحنا كفلاح ما نجموش، اوبليجي باش تعطاوها في السريال، ما نجموش نبيعوها الفرينه والقمح والشعير ما يتباعش على برا. اما انا حبيت نفهم المشكل اللي يكون الفلاح تلمو العلفه غليت برشا ولا يعلف في الشعير والفرينه يعود يقبيها اللي في السريال باش ترجع خبز وكذا ولا يعطي فيها الحيوانات نتاعه. انا جو بروبوز حاجه اخرى تكون عمليه اخرى اللي هي نقربوا شويه الفلاح. انا كيما تعرف انا 80% من الفلاح نتاعنا فلاح صغار، دونك شويه قرب على الفولغريزاسيون للفلاح الصغير. اي ايش نعمل في القرب هذا؟ القرب تقربوا باش يطلع روندمون تو كيما تعرف تو كان تعمل نظره في باجه وجي، يعني نزيدوا الاسواق مثلا في 80 دينار الفلاح هو اللي يبيع القمح اللين باغلى لديوان الحبوب. يعطيك الصح. انا جو بروبوز حاجه اخرى، نقول على العلفه هذيك غليت برشا، لو كانت الدوله تعمل سيفونسيون على العلفه وتطلع شويه في سوم الفرينه كل شيء يرجع لبلاصته. واضح، تولي الفرينه تتقبى والقمح كيف مع تنقبيوه. مش انا قلت لك القمح تو يتكلف 220 دينار، علاش الدوله ما تعاونش الفلاح في الظرف هذا؟ تعطيه ما نقولش 200 دينار كيما مجيبوه من برا ولا 220، 150 دينار. ومستلزمات الفلاح غليت برشا. باش نعطيك مثال بسيط، لامونيتر زاد 50%، الدي ابي كيف تل نتاع الرباط ب 4600 فرانك الكيلو، المازوت هذا كله غلاء، هذا كله غلاء. ونعطيك طريقه اخرى علميه، اللي القمح ومن نزرعوه في جرد الليجيمينوز اللي هي بالعربي الليجيمينوز الخضار، لا باش نعملوا صالمون باش نزرعوا قمح يلزمنا نزرعوا حلبه وقرباله وفول وحمص. انا اقول كان الدوله تشجع الزراعات هذه البقوليات ولا البقوليات البقوليات هذه تشجعنا، خاطر البقوليات نزرعوا ما نعرفوش شكون باش نبيعوا. نعطيك مثال بسيط، احنا في باجه نزرع في 4000 هكتار تورنوسول اللي هي عباد الشمس، 4000 هكتار. ال 4000 هكتار هذه احنا تو ما نجمش نبيعوه، علاش؟ خاطر الدوله تعمل الدوله مسيبه الامبورتاسيون من تركيا قاعده تجي والفلاح ما باعش. اش مش يصير هكا؟ الامبورتاسيون تاع البقوليات معناها الحمص والعدس والفول وهذاك الكل، الورك احنا عندنا انتاج تونسي. يعطيك الصح. لو كان الانتاج نتاعنا نتلاو به اكثر ونقصوا من الامبورتاسيون، تو تشوف السريال يجي وبحول الله نعمل الاكتفاء الذاتي، حتى كان مش نقصوا شويه في الفرينه، نوليو اقل تبعيه البلاد كيف ما تركيا مثلا. سي كمال مازال عندي دقيقه معاك، وحاول جاوبني بسرعه. اولا هل انه الموضوع هذا احنا نحكيو فيه من شهر نوفمبر تقريبا كل جمعتين ثلاثه في عندنا اجنده هنا في اف ام، مساله الدي ابي ولا مونيتر
ونعرف أنه المنطقة اللي انت فيها كما منطقة بيجا كما منطقة سليانة كما منطقة الكيف وغيرها هي مناطق توا حاجتكم بالأمونيوم، معناه مزارعات متأخرة شوية، معناه توا الوقت تحلش المشكلة. يعطيك الصحة ولا تحل جزئية. يعطيك الصحة في السؤال، يعطيك الصحة في السؤال. بالله العظيم كان جيت شفت البارح في بيجا كيفاش الفلاح على مونيتر شيء يسخر. كيفاش شيء يسخر تو على مونيتر بالصف، الناس بالصف، وتو ربي عطانا خيره بالامطار. مهم برشا لامونيتر تو في الوقت. وحكايه الصابه نتاع القمح راهي حكايه تايمينغ، حكايه وقت. النبته وقت تبدا حاشتها في اليوم لامونيتر سي اليوم توخر خسرت تعطي قبل خسرت. معناتها نرجع لسؤالك الاولاني بكل، لو كان الدوله توفر لنا المواد الاوليه هذه في وقتها الصابه مش تكون خير. اي وفرت ولا ما وفرتش؟ وخاطر الاخبار اللي عندي انه حتى الامبورتاسيون جزئيه، معناها الرقم مازلنا صغار، مازلنا رقم صغير وما فيش بالحاجيات. بالله في باجة وما ادراك ما باجة في القمح يجيك زوج سميات في باجة، شكون مش تعطيهم؟ شكون مش تعطيهم؟ واليوم ربي عطانا الغيث النافع وان شاء الله صابة، ان شاء الله صابة باهية. وفي الوضعية كما كنت تحكي توا في الوضع اللي احنا فيه توا حاشتنا بقنطار قمح زايد، قنطار قمح زايد. انا شفت الوضعية هذه الله غالب ما عادش تحس فلاح يصرح وحده، معناتها وحده. وللتوضيح سي كمال، لا مونيتور دي ابي ماهوش اون فونت ليبر، معناها ماهوش فلاح ينجم يمشي يشري وحده ولا يورد وحده، لازم يتعدى من الدولة. لا لا، الدولة تعطي للجروسيست هم يعطيوا للفلاح، الفلاح بالرخصة بالطبيعة. واضح بالرخصة. به آخر سؤال، مش عم مقارنة صغيرة، أنا ذي الجزء الثاني من البرنامج يكون مخصص للجيش التونسي. الجيش التونسي، الجيش في العالم يسميه لا غروند مويت، خلينا نقولوا البكوش، معنى اللي ما يتكلمش. يا اخي اتحاد الفلاحين ولا لا غروند مويت غائب تماما على النقاش وعلى المطلبيه، وكل الناس كل في سبات عميق مازالوا مقايلين مسيري اتحاد الفلاحين. والله مش نجاوبك، اتحاد الفلاحين ساعات فما حوايج تفوتوا بيناتنا. اتحاد الفلاحين يتكلم على مونيتر يعيط وقت اللي عندك انت سمعني معناتها وقت اللي ما عندكش لا ماتير بروميير مش مش عامل اتحاد الفلاحين. فلاح تكلمت عيطت يضغط على الحكومه المعمل نتاع لامونيتر وقت يقف ما يخدمش منين نجيب لامونيتر؟ احنا سنه جبنا لامونيتر في اول السيزون في ستار تروف، جبنا لامونيتر من اوكرانيا. يعقل يعقل بلاد تاع امونيتر ونحن نعمل امبورتاسيون تاع لامونيتر؟ واضح. شكرا لي كمال بدويش، حاولنا نشوفه معاك اخر الاخبار حول موسم الحصاد قبل ما نتعداو الجزء الثاني من البرنامج بعد ماضي ساعه وحديثنا على الجيش التونسي. كيف ما العاده موضوعنا ونكملوا به الساعه الاولى ليبيا. يا فهم هذا الوقت حبيت اني اخاطب الشعب الليبي. هذا المؤتمر الذي يبحث استقرار ليبيا ودعت إليه حكومة الوحدة الوطنية. نلتقي اليوم في طرابلس الآمنة المستقرة وللحمد لله. عاصمة ليبيا الموحدة. عاصمة ليبيا الموحدة. بس أنا بعضنا حتى الماضي ساعة وكما كل جمعة ناخذ خلينا نقولوا المحرار لتمبيراتور فيما يحصل في ليبيا حاليا. غازي معالة مرحبا بك. غازي معالة مش موجود معنا في استوديو اليوم، موجود في وسيلة نقل وهو تقريبا من الأماكن المفضلة لي. غازي مرحبا ساعة. نعم بيك تو منيش نسمعوا فيه غازي، هكا يسمع فينا غازي وينجم الصوت وصل ولا موصلش؟ لا اسمع فيك أنا واضح. اي انا تو ما كنتش نسمع فيك. بي غازي ساعة، خلي نحطوا الإطار العام لأهم حصول الأسبوع هذايا. تو مازلت فما حكومتين ولا ماشيين متوجهين نحو الحكومة واحدة في ليبيا؟ لأنه نذكروا أنه المجلس، مجلس النواب المنتهي الصلوحية، قرر وأنه يسحب ثقته من حكومة الدبيبة ويعين حكومة بشئغة. خرجت مظاهرات في طرابلس ومنعت أهم أعضاء حكومة بشئغة أنهم يوصلوا لطرابلس. ما مشينيش في طريق المواجهة، يبدو أنه فما مفاوضات نجم تكون ممكنة غازي معلا.
مواجهة عسكرية، لأنه كانت ثم إمكانية لحدوث مواجهات عسكرية، لكن تدخل بعض الشخصيات اللي حاولت تهدي الأمور، وذهبنا إلى محادثات ما بين الطرفين، محادثات تجري سواء كان ذلك في تونس أو في القاهرة أو في تركيا، لكن لغاية هذه الساعة ما ليس هناك يعني أمل كبير جدا في وجود اتفاق حول عملية الاستلام والتسليم. مازال السيد عبد الحميد دبيبة متشبث ومتمسك بالمنصب وبالحكومة، ويقول أنه سيقوم بانتخابات خلال 6 أشهر أقصى تقدير. ومن الجانب الآخر حكومة السيد فتحي بشاغة ومجلس النواب مصرين على أنه هذه الحكومة شرعية وانتخابها شرعي، ولا بد أن تسلم السلطة في طرابلس. احنا نذكروا ذكروا غازي أنه المجلس اللي دعا إلى تكوين حكومة بشاغة هو مجلس منتهي الصلاحية، مش توين سيفهم، هو منتهي الصلاحية صحيح، لكن ما لكن لغاية يعني المفروض هو نفسه هذا البرلمان هو اللي اعطى الشرعية لحكومة دبيبة في شهر 3 منذ سنة، مش شهر 3 2021، يعني نفس البرلمان، لكن المفروض انه هذا البرلمان كان يسلم عهدته في انتخابات في شهر 12، يعني لم تقع هذه الانتخابات في شهر 12 21، وبالتالي هذا البرلمان شرعيته مشكوك فيها صحيح. الأسبوع هذايا هل رأي توضيح للموقف الأمريكي من اللي حصل ولا لا؟ احنا كل السفراء الدول الكبرى المعتمدين في ليبيا والمقيمين في تونس الآن يقوموا بجولات مكوكية مع هذه الحكومة ومع الحكومة الأخرى. أيضا السيدة ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أو مستشارة الأمين العام المكلفة بالملف الليبي هي تقوم بمباحثات شبه يومية مع جميع الأطراف، لكن لغاية هذه الساعة هناك عديد من نقاط الاستفهام عند عديد الدول حول طبيعة أولاً هذه الحكومة الجديدة، توجهاتها، أشخاص الذين يكونونها. هناك عديد نقاط الاستفهام وبعض الشخصيات الجدلية في هذه الحكومة وقع رفضها حتى من بعض الأطراف الدولية، وبالتالي مثل شكون مثلاً وعليش؟ مثلاً الوزير الخارجية الذي عين في هذه الحكومة الجديدة عليه نقاط استفهام، وعديد السفراء المعتمدين لدى ليبيا يرون أن هذا الشخص غير كفؤ وغير مؤهل أن يكون وزير خارجية في هذا الظرف الحالي. وهذا وزير الخارجية يعني قبل أن يؤدي، هو أدى اليمين خلال الأيام الأخيرة، لكن قبل أن يؤدي اليمين وقع اختطافه في مدينة طرابلس ونقل إلى مدينة مصراتة ثم أطلق سراحه. يعني هناك عديد من الإشكاليات حول عديد الشخصيات، أعتقد سيقع ترتيب هذه الأمور. الآن هناك عمل شبه يومي في تونس لهذه الحكومة، يعني هي شبه مقيمة في تونس حاليا. و نحكيه على حكومة بشاغة، نحكيه على حكومة بشاغة، نعم حكومة يعني عبارة حكومة في المنفى، يعني لم تستلم بعد، يعني وهي تشتغل يوميا من انطلاقا من تونس. شكرا لك غازي معالى المرجية، جيب حذينا في الاستوديو بعد شوية الأخبار، وفي الجزء الثاني من البرنامج تسألنا يوم فقط قبل عيد الاستقلال صورة الجيش، مصير الجيش ودور الجيش التونسي في المرحلة القادمة. قعدوا معنا في عندنا أجندة.